اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيئ جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمار الربع الملوك إلي أهدى ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح يمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في حلبة البيانية بلغ ضائن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. أطر اللهم قبره الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.